السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنبتدي نشرح مع بعض منهج كونكت برايمري 5 أو الصف الخامس الابتدائي ترم 1 الترم الأول، وكل سنة وانتم طيبين. هنبتدي نشرح مع بعض المنهج ده، وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وكشكول نكتب فيه ونذاكر منه، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منهج كونكت 5 بينقسم ل 2 themes او لمحورين. theme 1 او المحور الاول بيتكون من 3 units او 3 وحدات. طبعا theme 1 اسمه I discover myself، I discover myself او انا اكتشف نفسي. unit 1 اسمها we plant our food، we plant our food او احنا بنزرع الطعام بتاعنا. unit 2 I want to be healthy، I want to be healthy، أنا أريد أن أكون بصحة جيدة. ويونت 3 اسمها How do I look، How do I look أو كيف أبدو. وطبعا بعد كده في حاجة اسمها Non-Fiction Reader أو قصة قرارة بعد المحور الأول، واسمها Come to Canada، Come to Canada أو تعال إلى كندا. وطبعا كندا دي دولة من الدول هنتكلم عنها في الستوري الجميلة دي. Theme 2 اسمه المحور التاني اسمه Myself and Others، myself and others نفسي والآخرين. بيتكون من unit 4 و unit 5 و unit 6. unit 4 اسمها looking after our world، looking after our world أو الاعتناء بعالمنا. unit 5 اسمها jobs we do، jobs we do أو وظائف احنا بنقوم بيها. و unit 6 اسمها what's the weather like، what's the weather like أو كيف حالة الطقس أو ما هي حالة الطقس. وطبعا في حاجة اسمها non-fiction reader، non-fiction reader أو اسمها أمير and his lizard، أمير and his lizard أو أمير والسحلية الخاصة بي. طبعا ده ال contents أو المحتوى بتاع منهج connect الترم الأول في المنهج الجديد. تعالوا نشوف lesson 1 في unit 1. طبعا unit 1 اسمها we plant our food او نحن نزرع طعامنا، احنا بنزرع الطعام بتاعنا اللي هي طبعا الفيجيتابلز والفروتس او الخضروات والفاكهة. lesson 1 اسمها food and drink، food and drink الطعام والشراب. طبعا عندنا في الكلمات الموجودة في lesson 1 هي beans، beans، beans او فول، carrots، carrots، carrots أو gather، chocolate، chocolate، chocolate أو شيكولاتة، coconut، coconut، coconut أو جوز الهند، eggs، eggs، eggs طبعا بيض، lemons، lemons، lemons يعني ليمون، limes، limes، limes. طبعا ده حاجة اسمها زي زفون، حاجة شبه الليمون كده، برضو هو نبات بنستخدمه في الطعام. عندنا onions، 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 onions أو بصل. عندنا pineapples، pineapples، pineapples أو أناناس. mango، mango، mango أو مانجا. potatoes، potatoes، potatoes أو بطاطس. market، market يعني سوق. وعندنا كمان additional words أو كلمات إضافية. يعني إيه healthy؟ healthy يعني صحي أو طعام صحي. unhealthy، unhealthy يعني غير صحي. favorite، favorite يعني مفضل. food، food يعني طعام. easy، easy يعني سهل. to، to يعني أيضا اللي هي T double O يعني أيضا أو جدا برضو يعني زيها زي also زي very، بس هنا to بتيجي بمعنى أيضا وبتيجي بمعنى جدا. drink، drink يعني شراب أو يشرب. if، if يعني إذا أو لو. apples، apples يعني تفاح. veins، veins يعني جزء أو وريد. fresh، fresh يعني طازج. every day، every day كل يوم. sometimes، sometimes أحيانا. garden، garden يعني حديقة. a little، a little يعني القليل. a lot، a lot يعني الكثير. but، but يعني لكن. isn't it،
isn't it يعني أليس كذلك strawberries strawberries يعني فراولة bushes bushes يعني شجيرات وعندنا كمان ال prepositions and expressions أو حروف الجر والتعبيرات هامة in the garden in the garden يعني في الحديقة at the market يعني في السوق وعندنا في regular verbs أو أفعال منتظمة و irregular verbs أو أفعال غير منتظمة أفعال شاذة زي مثلا love يعني يحب طبعا الماضي بتاعها أو الباست بتاعها loved يعني أحب like يحب برضو liked أحب collect يجمع collected جمع عندنا think يفكر thought فكر eat يأكل ate أكل grow ينمو grow نما sell يبيع sold باع وباي يشتري بوت اشترى عندنا كمان في dialogue كده بين دينا وفريدة بيتكلموا عن الهيلثي والانهيلثي فود تعالوا نقراه مع بعض دينا بتقول لفريدة What is your favorite food فريدة ما هو الطعام بتاعك المفضل يا فريدة فريدة بتقول لها That's easy, it's chocolate. ده سهل طبعا هي الشوكولاتة. فدينا ردت عليها وقالت لها I love chocolate too. أنا بحب الشوكولاتة أيضا. But it isn't healthy, is it? لكن هي غير صحية. أليس كذلك؟ فريدة ردت عليها وقالت لها I think it's okay to eat a little. أنا أعتقد عادي يعني ممكن من الجيد أن أنت تأكل حبة صغيرة من القليل منها يعني. But yes, it is unhealthy. If you eat a lot لكن هي فعلا غير صحية لو انت كلت كتير دينا قالت لها What's your favorite healthy food? قالت لها ايه هو الطعام الصحي المفضل بالنسبة لك فريدة قالت لها Ok I like chicken and I like fish انا بحب الدجاج وبحب السمك دينا قالت لها But my favorite is mango لكن المفضل بالنسبة لي هو المانجا We have a mango tree In the garden احنا عندنا شجرة مانجا في الحديقة بتاعتنا I love mango too يعني انا بحب المانجا ايضا We don't have a mango tree احنا ما عندناش شجرة مانجا We have a lime tree احنا عندنا شجرة زي زفون And a lemon tree وشجرة ليمون طبعا هنا مفروض ان فريدة هي اللي قالت لها كده I love mango too بس هما هنا ما حطوش اسم فريدة قدام الجزء ده عندنا هنا بعد كده دينا ردت عليها وقالت لها My uncle grows onions and potatoes عمي بيزرع البصل والبطاطس He has chickens too هو عنده دجاج أيضا He collects fresh eggs every day هو بيجمع بيض طازج كل يوم Sometimes he sells them at the market في بعض الأحيان هو بيبيع الحاجات دي في الماركت أو في السوق عندنا طبعا في language notes أو ملاحظات لغوية هنا لما بنيجي نسأل عن الأشياء المفضلة لازم نعرف إحنا بنسأل إزاي فبيقول لك asking about your favorites أو السؤال عن الأشياء المفضلة بالنسبة لك فبيقول what is your favorite وبعدين نقط بنكمل السؤال زي ما بنيجي نقول مثلا what is your favorite food إيه هو الطعام المفضل بالنسبة لك فأنت لما تيجي ترد عليها تقول لي my favorite Not is not. My favorite food is meat. الطعام المفضل بالنسبة لي هو اللحم. وبعدين لما يجي أو أبدي رأيي يعني فبقول لك مثلا في الـ giving opinion أو إن أنا أقول رأيي بقول I think. زي مثلا لما يجي أقول لك I think it's okay to eat a little. أعتقد إنه من الجيد إن أنت تأكل القليل. I think يعني أنا أعتقد ده رأيي طبعا ده opinion بتاعي. It's okay to eat a little إن أنت تأكل قليل Expressing your likes التعبير عن ما تحب لما باجي أعبر عن حاجة أنا بحبها فبقول I like أو I love زي ما يسأل لما أجي أقولك I like chicken أو I love chocolate أنا بحب الدجاج أنا بحب الشوكولاتة طبعا كلمة to زي ما قلنا اللي هي أيضا أو جدا بنستخدمها في نهاية الجملة بمعنى أيضا زي مثلا لما أجي أقول لك I love mango too I love mango too يعني أنا بحب المانجا أيضا لاحظ طبعا إن إحنا ساعات بنستخدم but و and علشان نجمع
بين جملتين، نوصل بيهم بين جملتين او نربط بين جملتين. زي مثلا لما اجي استخدم but بستخدمها لربط بين جملتين عكسهم عكس بعض، يعني كل جملة معناها عكس التانية. زي مثلا لما اجي اقول I was ill، انا كنت مريض، but I went to school، لكن انا رحت المدرسة. اما and بتيجي نعمل بيها ربط بين جملتين ليهم نفس المعنى. زي مثلا لما اجي اقول لك I like chicken and I like fish، فبات بنستخدمها نربط بيها جملتين عكس بعض في المعنى، اما and بنربط بيها الجمل اللي ليها نفس المعنى مع بعض. لما اجي اقول لك Do you grow fruit at home؟ هل انت بتزرع فاكهة في البيت؟ فانت هترد عليا وتقول لي We grow mangoes in our garden، احنا بنزرع المانجا في الحديقة بتاعتنا. وهنحل مع بعض الاكتيفيتي الجميل ده على lesson 1. فهنا بيقولك choose the correct answer from A, B, C or D، اختار الاجابة الصحيحة من A و B و C و D. فهنا بيقولك pineapples او الاناناس doesn't grow on trees، ما بتنموش على الاشجار. They grow on the، هما بينمو على ايه؟ الباينابلز او الاناناس بيطلع فين؟ في الهواء، في الاير، ولا سي البحر، ولا فلاورز الزهور، ولا جراوند الارض؟ طبعا هو بيطلع على الارض، جراوند. هو طبعا ما بيطلعش على الاشجار وبيطلع على الارض. chocolate is not if you eat a lot، الشوكولاتة ايه لو انت اكلت كتير؟ healthy ولا useful ولا helpful ولا unhealthy؟ شاطرين طبعا unhealthy، لو كلت كتير منها هتضر صحتك. my favorite healthy food، الطعام الصحي المفضل بتاعي is not and fish، is ايه بقى؟ chicken ولا sweets ولا cola ولا chocolate؟ شاطرين طبعا chicken. my uncle not onions and potatoes، my uncle ايه بقى؟ does ولا grows ولا writes ولا swims؟ شاطرين طبعا grows، بيزرع الonions والpotatoes. I get nuts from chicken، I collect them every day، بناخد ايه من الchicken بقى كل يوم؟ الجوس ولا الchocolate ولا الeggs ولا المانجوز؟ شاطرين طبعا الeggs، احنا بنcollect الeggs كل يوم من الchicken. She has a mango tree in her nut، boat ولا car ولا kitchen ولا garden؟ شاطرين طبعا التري هتطلع طبعا في الجاردن، فطبعا الإجابة صحيحة في الجاردن. بكده نكون أخدنا lesson 1 وأنهينا معاها الشرح بتاع النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم أن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.